تعالي هنا قولي لي انت رايحه فين. رايحه انا ولا قرفان اخويا على سكه يا ابني. سكك ايه اللي هتدوري عليه فيه وانت عارفه هو فين؟ يا انصاف ما يصحش. ما حدش بقى عارف اللي صح من اللي ما يصحش. لا احنا بقى عارفين، ومهما غاب اخوك احنا برضك عارفين الصح من الغلط. يبقى اكتبي لي رد غيبته واسالني انا مها رميه دي، هو عرفان اخويا كان عمل فيه ايه علشان يعمل فيه كل ده؟ وهتسالي مين؟ هسال الباشا. يا لهوي انت جننت يا بنت. لا ما جننتش يا امي، وما تخافيش عليا، انا اخت عرفان الجاحي وهروح للباشا واعرفه قيمته، ولا عايزين انك تحطي لي ايدنا على خدنا وما قاعد في قصره ولا على باله. لو ناجي بيه اتصل لطفي يقول له ده انا مستنيه في صاله البلياردو. حاضر يا معلم. قول له كمان ان ميعاد بارتيتي البوكر ما اتغيرش، هو هيفهم الباقي. على فين الحدث؟ ايه؟ على صحن القصر ده. مين ده يا عثمان؟ دي حرمه يا معلم باشا. حرمه وراك بمه؟ ايه اللي بتعمل ايه ده يا بيه؟ ايه اللي جابك هنا؟ عايزه سعاده الباشا. عاوزه في ايه؟ انت مين يا بيه؟ دي اخت عرفان يا حضره البشكات. عرفان مين؟ عرفان الجرحي. سيبوها انزلي كلمي معالي الباشا وبادب واحترام. حضرتك سعاده الباشا؟ ايوه طبعا. في حاجه حلوه؟ ما تقربيش قوي كده يا بيه. سيبها يا باش كاتب. مهمات محفوظه يا سعاده الباشا. طب ابعد انت. حاضر قرب يا حلو. انت جايه عايزه مني حاجه؟ هتودي عرفان اخويا لاخر الدنيا ليه يا باشا؟ السؤال ده هو اللي جاوب عليه مش انا. بس ده مش مربط الفرس. كلمي عندي يا بيت. قلت لك ابعد انت يا باش كاتب. حاضر يا معلم باشا. انت اسمك ايه؟ انصاف الجرح يا باشا. طب وفين بقى مربط الفرس يا انصاف؟ ممكن توريهولي؟ يا باشا انت عارف وسيد العارفين، عملت كده ليه في عرفان؟ عرفان ما غلطش. لا غلط. مش الباشا اللي قال له سابقني وسبقه؟ ولا انت ناسي يا باشا ان دي شغلتنا وان احنا اتفطمنا وتربينا على ظهر الخيل؟ يعني انا لو طلبت منك انك تسابقيني يا انصاف هتسبقيني؟ مش هسبقك من قصره يا باشا. ليه؟ خايفه لا اسبقك؟ لا لو سبقتني هسبقك، وساعتها مش عارفه هتوديني فين يا باشا. عارفه لو سبقتيني انت كمان يا انصاف انا هعمل ايه؟ هبعت اجيب عرفان يشتغل عندي هنا في السرايا وهعينه كبير سياس الاسطبل بتاعي. لحسن يا سعاده الباشا، تفرج عن عرفان ويرجع لبيته. عرفان عنده بنات وحمله كبير، واللي انت عملته معاه فيه لا يرضي عبد ولا رب. ويعني اللي هو عمله فيا يرضي عبد ولا رب؟ عموما انا لسه ما خلصتش كلامي. تعرفي بقى لو انا سبقتك هعمل ايه؟ برضه هبعت اجيب عرفان عندي هنا في السرايا يشتغل وهعينه كبير سياس الاسطبل بتاعي. انت هعينك هنا في السرايا وكل شغلتك هتبقى بس انك تقدمي لي القهوه الصبح عشان افتح عيني على الوش الجميل ده وهو بيقول لي صباح الخير، ويبقى صباح الخير فعلا. ها هتخليني اسبقك؟ ها ها. احنا ما تعودناش حد يسبقنا يا باشا، وما تعودناش كمان نشتغل غير في بيوتنا وتحت ايدين رجالتنا. عموما فكري وابتدي عودي نفسك على الشغل في السرايات فوق راس كل الناس. انا مستني ردك الليله قبل ما يرحلوا عرفان. ومش هرتاح ولا يهدالي بال الا لما عرفان يرجع بيته وياخد حقه. يا بنت انت رايحه تسالي الباشا عن الحق؟ هما ناس دول يعرفوا الحق؟ لو كان يعرف الحق ما كانش عمل في اخوك اللي عمله، ولا كان قالك الكلام اللي قاله. بس نقول ايه بقى؟ العيب لما يطلع من اهل العيب ما يبقاش عيب. عارفه يما هين علي اروح للباشا بكره واسبقه وفرج عليه امه لا اله الا الله. طب وبعدين يا انصاف؟ اللي يحصل يحصل. ما انت عارفه اللي هيحصل. عارفه بس تقولي لي اعمل ايه؟
العمل عمل ربنا. ما خلاص اللي جده جده يا حبيت عيني. اسكت يا رحمة. انا هسكت وانتوا اتكلموا. انا سامعة. هتقولوا ايه؟ ضحكت عليه ماريا؟ ماريا ملهاش دعوة باللي حصل يا رحمة. وما ياختي مين له دعوة؟ مش ضحكت عليه وقعدت وجاري الباشا كتف بكتف رمت له الطعم والتاني بلعه. انت بتقولي ايه يا رحمة؟ ايه بتقولي الكلام ده على عرفان؟ لأنا بفتري عليه. ما ضحكت عليك انت كمان. ضحكت عليا انا كمان؟ مش ربطتك بسلسلة وصل صدرك وانت تعرف. يعني السلسلة دي هي اللي مزعلاك يا رحمة؟ طب اهي ارتحتي؟ بتقطعيها ليه يا بنت؟ ده غالية. بتقطعي السلسلة ليه؟ بعد ايه؟ ما احنا اللي انقطع عنا رجلنا واللي كان كان. رحمة روحي عشي البنات. يا دي البنات البنات البنات. ما انا عارفه ان خلفتي بنات وانت شفت الصبيان ماسكين في طرفي. طب كنت حرصي على الصبي اللي عندك. اديكي شايفه هم بيجوش بالسهل. بعتيه حرب الباشا اهم مسكوا فيه ومسكوا السلاح الميري وبعتوه حرب اليهود. ويا عالم هيرجع ولا لا؟ لا عرفان راجع. انا عارفه انه راجع وهياخد سلاح ابوه ويدافع بيه عن نفسه لحد ما ياخد حقه. والحرمه اللي ما تعرفش مقدار جوزها ما تستحقش تقعد في داره. احمد السيد حسنين. مهندس عزت فتح ابراهيم. نعم نعم. لما ترفصك قول افندم يا لوح. افندم. ضم للطابور السباعي ابو المجد عطوان. افندم. صفصفت عليك يا اخويا. صفصفت عليك. لا ليك اسم في المتجلدين ولا في المتطوعين. ما لحقوش كانوا مستعجلين وانت مستعجل. مستعجل على ايه؟ رايح المولد؟ الظاهر كده. ما تنساش تجيب حمص وحلاوه لاولادك. يلا يلا ضم للطابور. ضم ضم ما تنطقش ولا كلمه. شد يد انت وهو. شد نفسك يلا. ولا شد نفسك انت وهو. ولما يوصل القبر هنركب بنظام بالطابور زي ما احنا كده هرجلة. لا اول القطر ما يقف كل واحد يطلع ويقعد جرى اخوه وبنظام. يلا واحد واحد. يلا يلا بنظام كل واحد يقعد جرى اخوه. يلا رايح فين؟ رايح فين؟ تعالى هنا. تعالى. اوعى يلا. اوعى. اطلع. اطلع. خش وقعد في الاخر واحجزلي مكان جنبك. ما بلاش. بلاش تقعد جنبي. ده مش ورط طويل وعاوز رفيق سكة يسليني. خش. خش. يلا يلا. ولا ولا ولا. يلا. واحد واحد كده. يلا. يلا. لك سيجارة ملفوفة. انت معاك سجاير ملفوفة؟ حتى لو ما معيش الف لك. تلف؟ ده انت هتلف كتير قوي لحد ما تدوخ. والله ما حد عارف مين اللي هيدوخ. اهي واحدة جاهزة اهي. ولعها على بال ما لف لك غيرها. طب لف غيرها بقى وانت ساكت. مبسوط يا بشاويش؟ له كمين ومصطب كلها ست اشهر وهاخدها. ألف مبروك. الله يبارك فيك. سيجارة عدم. ولعها ولا
الف لك كمان. لف 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 ده انت هتلف لك بتوخ السبع دخان. ده ما هو بقى سبع دخات يعني. ليه ما يبقوش ست دخات ولا تمانية؟ ليه ايش العجب يعني؟ ليه العجب ان كل حاجة في الدنيا سبعة يعني؟ حر حر الدنيا. النار السيجارة. يا سلام على هوا ربنا. اوعى الهوا يطصك. يطصني هجرة ايه؟ انت عارف لو طصك هيحصل ايه؟ يحصل اللي يحصل. استجعلنا الشجا بالله. اضرب يا ولد. يا لنكم يا ولد. اضرب يا ولد. اضرب. هرب هرب ازاي بتشويش؟ قبل ما نطلعوا من مصر نطلب الشباك. ليلتك سودة. مجلس عسكري. نعم يا حبيبي. مش حمل المجلس العسكري؟ قول الكلام ده بقى للباشا الحكمدار. انت بتتكلم من ايه؟ طب اقفل السكة. اقفل السكة يا بجم. هتصل ببيل مأمور اشوف هنتصرف ازاي. جدع. راجل عرفان. راجل. ايوه يا ابني وصلني ببيه المأمور. ايوه يا فندم. انا محمود المنيلاوي يا فندم. الحقيقه كان لازم اتصل بسعادتك. ايوه يا فندم في اخبار كده. الشاويش نصر لسه متصل بيا يا فندم وبيقول للراجل اسمه عرفان الجرح يا فندم. الراجل ده اللي كنا مرحلينه لغزه يا فندم. ويقول يا فندم انه هرب. نط من الشباك والقطر ماشي يا فندم. لا يا فندم هنوصل له يا فندم. احنا هنعمل قرطون حوالين نزله السمان يا فندم. هنوصل له. هنوصل له قبل الخبر بيوصل لفوق يا فندم. اطمن سعادتك. عرفان والنبي. انا قلت كده لامي. لا ما تفتحيش. ما افتحش ليه يا ام؟ اخوك مش موجود واحنا مش عارفين مين اللي بيخبط علينا دلوقتي. هو زول. بقول لك عرفان اللي على الباب. خلاص يرد يقول انا عرفان. مين اللي بره؟ انا اللي بخبط. انا وردان يا ام عرفان. افتحي. افتحي له يا ام. حاضر يا ام. خير يا وردان. خير ان شاء الله يا ام عرفان. ايه اللي معاك ده؟ حاجه بسيطه. طلبات رز وحاجات بتاع اكل لزوم المعاش. عرفان اللي بعتك؟ جالك هو فين؟ ما هي مجيتك دي مجيت شك. عرفان اللي بعت الحاجات دي؟ هو انا مش اخو عرفان. وحتى لو ما كنتش اخوه لازم ابقى اخوه في وقت زي دي. انت ناسي يا ام عرفان انك ربيتينا سوا وياما لبسنا هدومنا من بعض وياما سبحتينا في طشت واحد. ايوه بس عرفان بكفي بيته من كل حاجه. بس الواجب ملوش دعوه باللي عندكم. وبعدين ما يصحش ارجع بالحاجه دي في غيبه عرفان. لما نعوزك هنبقى نشيع لك وربنا يكفينا شر العوزه. وانا مش هستنى لما تشيعوني. عيب كده يا ام اسعاد. ما يصحش مش اصول. وبعدين يعني مش هستنى لحد ما رجاله الباشا ولا الحكومه يجوا يظبطوني هنا وياخدوني في حديد. ناخد منه الحاجه يما. طبعا خديها يا انطاف يا بنتي ما يصحش. ربنا يكرمك يا اصيله يا بنت الاصول. ايه
أنستي وشرفت يا وردان. الله يشرف مقدارك يا ام عرفان. لو عزتوا اي حاجه اي حاجه ابعتوا اي حد عشان يبلغني. امسك يا انصاف 2 جنيه. امسكي وما تقوليش لا. وحياه غيبه عيسى وحياه شده عرفان ما تكسفيش ايدي. خديهم يا انصاف وتشكريني يا وردان. 2 جنيه. امسك. تعالي اقفل الباب ورايا وتلبسيه. بسم الله الرحمن الرحيم. كنت فين يا وردان؟ كنت فين ازاي يعني يا سعادة الباشا؟ بقول لك كنت فين؟ جاي دلوقتي منين؟ كنت في الجامع. هو في صلاة دلوقتي؟ احنا بعد نص الليل. كنت في بيت الأدب ولا مؤاخذة. أصل بيتنا بعيد وهن مفيش بيت أدب. أعمل لك وشاي. تعالى هنا. عرفان الجرح فين؟ مين ده ايه؟ بقول لك عرفان الجرح فين؟ في حد في النازله كلها ما يعرفش عرفان الجرح؟ لا اعرفه اعرفه عز المعرفه. ده صاحبي. طيب صاحبك فين بقى؟ ما هو في الحبس. مش الحكومه رجعت وخدته وحبسته؟ وهرب. ايوه. إذا عرفت مطرحه ما بلغتنيش هحطك في الحجز بداله. لا 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 هبلغ سعادتك يا سعادة الباشا. ما دام هرب يبقى يستاهل. تبلغني أنا شخصياً. ما تتكلمش مع أي حد غيري. تجيب الاسم. برقبتي يا سعادة الباشا من عينيك. يلا بينا. ما شربتوش حاجة يا سعادة الباشا. هولع على طول يا سعادة الباشا. إلهي تولع فيك وحريقة ما تطفيش. عرفان الجارحي هرب من الحكومة. رب استرها وما تبقاش وجع باينة في الجرح. يا بيت مين اللي بيخاف؟ افتح يا رحمة. أنا عرفان. بسم الله يا أخويا. بسم الله يا أخويا. يا رب اتعلم بيا يا رب. انت عيني يا عرفان. انت جيت والنبي ما مصدق انك جيت. اقطعي النفس خالص. انا مش عاوز حد يحس بيا. انا جاي هربان. لا هو عليك وعلى الله. مش عارفان حاضر حاضر. استني عندي. كنت بتكلمي مين؟ بكلم عرفان راح افتح له. بتقولي ايه يابا؟ عرفان رجع. اخويا رجع. رجع هربان يا انصاف. هربت ازاي يا عرفان؟ ربنا سلم وهربت. البنات ازايهم يا ام عرفان؟ البنات بخير يا دنار. الدنيا وما فيها. وانت يا ام عرفان ازاي؟ انا بخير وقاعده مستنياه وعارفة إنك جاي. عارفة إن ههرب واجي؟ تيجي زي ما تيجي ربنا يحلها. هيحلها يا أم عرفان. اللي ربطها هيحلها. أنصاف أنا عارف إني سايب راجل. وأصحابك كمان رجالة يا عرفان. حتى شوف ورداني جاب إيه؟ ورداني؟ في إيه السبب ده؟ ده لحمة ورز خذيني البيت. وبعدين حط ايده في جيبه وادى جوز جنيهات لانصاف.
الا قولي لي يا انصاف، عيسى ما بعتش الجوابات؟ لا ما بعتش يا اخوي. ان شاء الله بكره يبعت، ولما اليهود يغوروا ان شاء الله يرجع لنا بالسلامه باذن الله مرفوع الراس. يا اخوي خليك في حالك، انت في ايه ولا في ايه عرفان؟ الهم واحد يا انصاف. حضر لقمة لأخوك وقلي له بيضتين. حاضر يا ماما. عاوز غير هدوم يا رحمة. يا أخوي الحمام مستنيك والغيار مستنيك، إنما العجلة يعني هتغير وتروح على فين دلوقت؟ أي متوى، المهم أعرف أوصل للباشا وقبله. ليه؟ هتقبله ليه؟ علشان نتحاسب يا رحمة، واللي له حق ياخده. ما تنساش تاخد بندقية أبوك. ما جابنيش غيرها يا ام عرفان، وعشان اطمن عليكم وعلى البنات. مش تقول آبا آبا طول ما انت غايب. أول ما فسرت قلت آبا. قولي لها أبوك هيرجع، علميها تقول أبويا راجع. لسك هتمسك البندقية عرفان؟ ما يبقى لهاش لازمة البندقية لو ما خدمتش في يوم زي ده. مش لازم تعدي للباشا من ماسورة البندقية عرفان. أما لعدي له إزاي بس يا رحمة؟ ألف سكة وسكة غير السلاح. دليني على سكة واحدة منهم وانا عدي له منها. اسأل أنصاف وهي تدل. أنصاف؟ ما راحت له وراضيته. راحت لمين؟ للباشا نظر الخاصة الملكين. استسمحته وراضيته وقال لها انه هيسامحك وهيشغلك عنده انت وهي. أنصاف! أنصاف! نعمل يا أخوي. رحت للباشا؟ زلت لسانها صب عني والنبي يا أختي. كلمينا! رحت ولا ما رحتيش؟ رحت يا اخويا. ليه؟ رحت اقول له ماله بيك واخليه يبعد عنك. وقال لك يشغلك عنده عشان يسامحني ويشغلني انا كمان؟ رايحه للديب برجليكي؟ وانا اللي بعمل كل ده علشان اكبركم واخليكم السياد وما تشتغلوش لعند الباشا ولا عند غيره، وانت يا انصاف رايحه له برجليكي. ما انا اديته كفايته يا اخويا بعد ما عرفت كمان انه راجل ناقص بعد ما جالي سابقيني على الحصان. كمان كان عاوزك تسابقيه، وكنت طبعا هتسيبيه يسبقك علشان يسامحني. انت مش اختي، انت مش اخت عرفان الجرحي. ما تقولش كده، انا اختك وانت اخويا، ولو انا مش اختك ما كنتش رحت لهم. ليش ليه؟ حريم الجرحيه يقعدوا في بيوتهم وليهم رجاله يدافعوا عنهم. استبر يا رحمة. لا استنى، ايه لحد ما يكسروا الباب ويجوا ياخدوه. تعال اخبيك في الدولاب. لا اخبيك فوق الفرن. بس لقيت. تعال تعال يا عرفان. هتعمل ايه يا ام عرفان؟ ادخل هنا يا ولد، ادخل. خش اكتر معايا. يلا يا بنت خشي جوا انت وهي. يلا فتش الاوضه دي. حاضر يا فندم. وانت فتش الاوضه اللي هناك. هات عليها اعطيها. حضرتك الضابط. نعم فندم. اطلع فتش في السطوح. حاضر يا فندم. خد القوه معاك. حاضر يا فندم. بسرعه. ورايا. حاضر يا فندم. مش هتريحونا بقى وتقولوا لنا الجرح فين؟
ومش الأحسن كمان يا سعادة البيه تبعد عنه وتريحنا؟ انت اسمك ايه؟ اسمها انصاف. طب يا انصاف لو سمحتي ابعدي شوية. ابعد رفاني يا سعادة البيه. الحتة اللي تعجبك يمين شمال ابعدي شوية. وانا اقول لك خليها ناحية اليمين، ربنا يجعلنا من اهل اليمين. اصلا يا سعادة البيه كنت عاوز اقول لسعادتك حاجة مهمة. لا 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 ما تقوليش حاجة، ما تقوليش حاجة، المسألة مش محتاجة قوالة. تمام يا فندم، مفيش حد جوه حضرتك. طيب اطلع بره. تمام يا فندم، مفيش حد جوه. طيب اطلع بره مع زميلك. اتفضل. تمام يا فندم، مفيش حد فوق السطوح. طب خد القوة استناني بره. حاضر، ورايا. بسرعة. ورايا. عرفان؟ نعم. لو لقيت عرفان اخده؟ لو لقيته خده. متهيألي المرة دي مش هتبقى قد كلمتك. وانت يا انصاف طلبت مننا ان احنا نبعد عن عرفان علشان يرتاح وانتوا كمان ترتاحوا. انا هنفذ لك كل طلباته عشان يرتاح وانتوا ترتاحوا وانا كمان ارتاح. عرفان يا جرحي طبعا دلوقتي سامعني، ارجوك سيب البيت عشان خاطري، عشان خاطري. قوم قوم يا بيت، افتحي الحفيره لحسن يكون اخوك فتر. مش قادر يا مش قادره، قلبي هيقف مني وركبي مش شايلان. انا كنت خايفه، كنت خايفه يمد ايده وياخد عرفان اخويا. ما يعملهاش حسناش من يلاب. الظابط محمود رجل جدع وانا جاي له نهار، بس ما صدقتش امه ان انا ابقى تحت يده وما ياخدنيش. علشان عارف انك مظلوم وربنا ما يرضاش بالظلم ابدا. اذا كان حد في الدنيا دي ليه جميل عندي يبقى الظابط محمود. ربنا يقدرني ويرد لي الجميل. حضرت الغيار يا رحمة؟ غيار والنبي ده نسيت حتى ان الناس بتتسبح. حقك عليا يا انصاف، حقك عليا يا اختي. حقي وحقك عند رؤوف باشا نصر الخاصة اللي عاوزني اشتغل عنده، وقدم له كل صباحية فنجان القهوة واقول له صباح الخير يا باشا. طيب يا رؤوف يا جيزي، هتفتح عينيك تلاقيني انا اللي بقول لك صباح الخير، بس من غير ما اقدم لك قهوه. الحمد لله على السلامة يا سعادة الباشا، الحمد لله على السلامة. ده هتفضل واقف مع ابوك كده يا سواق يا حمار لحد الشمس ما تطلع. البيه نايم. نايم. هي حاجة غريبة ولا حاجة جديدة؟ ما هو زي كل ليلة. اضرب زمارة، روح اضرب زمارة على خفيف كده. ما تتخضش يا سعادة الباشا، حضرتك وصلت بالسلامة، الحمد لله بالسلامة. يا ريتك تشرف قصر معاليك. واد يا زنت قرب يقعد يسد الباب، خلي معالي الباشا ينزل. حاضر يا لطفي يا فندي. ايه
مش وحش يا غبي. غشيم يا معالي الباشا، معلش غشيم. يا عبدو يا واد تعال اسلم، اسلم معالي الباشا يا ولد، اسلم. اسلم اوبا. يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام، والنار مثوى لهم، النار مثوى لهم إن شاء الله. سامحني يا رب، أنت عالم، سامحني. شيل كويس يا زلمة، شيل كويس يا ولد. برافو برافو. اهدى. أنا ما أحبش حد يقول لي اهدى. سيبوه اتفضلوا. أيوه سيبوه اتفضلوا، أنا ما أحبش حد يشتم. عاجبك كده يا رؤوف باشا؟ زهيرة من فضلك، مش كل ليلة. أنا برضو اللي مش كل ليلة. أمال أنا اللي مش كل ليلة؟ مش قادر أفهم، هو إيه؟ موشح؟ أسطوانة؟ أنت زي ما زهقتيش لغاية دلوقتي، أنت كان لازم تزهقي. ده أنا زهق عليك كسار ونجيب الرحالي وإسماعيل ياسين، مع إنهم بيضحكوا الدنيا كلها. مش محتاج حد يسندني. ايه الاخبار دلوقتي؟ احسن الحمد لله. طيب تصبح على خير زهيرة. نعم. انا اسف. مفيش داعي للاسف. لا بصحيح انا اسف. يا ريت تترجم الاسف ده الفعل. ممكن؟ مش ممكن اعمل اي حاجه دلوقتي غير ان انا اسمع كلامك، لكن من غير لكن في الامكان حاجات كتير قوي. اي حاجه ممكنه لو عاوز. انا عاوز دلوقتي ان انا انام يا زهيرة، ممكن؟ اكيد ممكن. من فضلك ما تزعليش مني يا زهيرة، انت عارفه ان ماليش في الدنيا غيرك. مش هزعل منك لو سمعت كلامي ونفذت لي كل رغباتي. ما هو كمان مش ممكن ان انا انفذ كل رغباتك يا زهيرة. ما تتسرعش وفكر وابدا في التفكير بالجواز. انا جربت حظي لكن انت لا. جرب يا رؤوف قبل السنين ما تفوت، واللي بيفوت ما بيرجعش. الشباب فات يا زهير، زي ما انت بتقولي اللي بيفوت ما بيرجعش. تصبح على خير.